شفناك زمان في حلقات مشهودة وأنت وزير للصحة، ونسعد باستضافتك هذه المرة كناطق رسمي باسم الحكومة وكوزير للثقافة والإعلام. أستاذ أحمد، والتحية لكل من يشاهدنا الآن ويعبرك إلى كل مواطني وأهلي في السودان. أيضا نتشرف كثيرا أن يكون معنا هذه المرة من داخل الاستوديو السيد العقيد الركن الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. المرة دي ملكي، يعني هو يعني دائما لبسا. الباب مفتوح لك السيد العقيد لتحية المشاهدين هذه المرة من داخل الاستوديو. سعدنا باستضافتك في مكتبك وفي الاستوديو الثاني هذه المرة من داخل الاستوديو. حقيقة أنا سعيد كل السعادة أن أكون اليوم ضيفا على هذا البرنامج المشاهد على امتداد الوطن وعلى امتداد العالم خارج الوطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نوجه المسار الصحيح ونصوب ونصحح المعلومات حول كل القضايا المثارة والمطروحة في هذا البرنامج. يعني لأول مرة أنا المرة دي ما لا مرتب أسئلة لا محضر أسئلة ولا كده، ويمكن السيد الوزير حتى الآن لا يعلم أنا عايز أسأله شنو. والسيد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أنا أديته خطوط عريضة بدون أي تفاصيل، ونتفق إننا نحن دائرين نصل لمعلومات تطمن أهل السودان. هذا هو الهدف من هذا البرنامج، وهذا هو الهدف من هذه الحلقة. وأنا عايز أبدأ بحدث قد يكون تجاوز الزمن لكن لم يتجاوز الزمن، وهو الاعتداء الصهيوني الصارخ والفاضح على مصنع اليرموك. ونحن كنا تناولنا هذا الأمر، وحقيقة كان المفروض نحن نستضيف السيد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في حلقة، لكن لظروف خاصة ما تمكننا واستضيفنا بعض الخبراء العسكريين. نبدأ بالسيد الوزير، يعني اليرموك القضية ما زالت ساخنة، يعني ماذا فعلتم أنتم كحكومة؟ هل هذا الملف تم طيه؟ لا إطلاقا. نحن قلنا من البداية نحن لن نتعامل بالطريقة التي تعامل بها الكيان الصهيوني الذي يعتبر نفسه فوق القانون ودولة لا تساءل وتعمل ما تشاء باحتقار كلي لكل المؤسسات القانونية. فبالنسبة لنا بدأنا في تمليك الحقائق لكل الدوائر المعنية بهذا الأمر، بدءا من السفراء المعتمدين لدينا في السودان، ثم المنظمات الإقليمية، الجامعة العربية، منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية، ثم وصلنا بملفنا الآن إلى مجلس الأمن. هذه خطوات لا بد منها، ولا بد من أننا نتبع هذه الطرق والأسس التي تدين وتفضح هذا المسلك. ده جانب. الجانب الآخر بالنسبة لنا هنالك خطوات عديدة، لأن هذا الاعتداء لم يكن الأول ولا نعتقد أنه سيكون الأخير. بالتالي تأهيل نفسنا وإعدادها بإعداد كلي حتى نمنع مثل هذا الحدث يحدث مرة أخرى. هذه أشياء قد لا نقولها في هذا البرنامج، ولكن بالنسبة لنا قواتنا المسلحة نحن مستعدين تماما أن نغفر للثغرات التي ينفذ منها مثل هذا العدوان مستقبلا. الناس تتساءلون أننا قد قلنا أننا سنرد. نحن نكمل هذه الخطوات، وأنا أقول مرة أخرى تاني، نحن بالنسبة لنا هذا الرد لا نملك حق إصغاطه، حتى لو عجزنا نحن الآن لا نملك هذا الحق في إصغاطه، لأنه حق كل مواطن سوداني. طالما أن كان اعتداء وعثر هذا الاعتداء كان استشهاد عدد من السودانيين وتدمير لمنشآت، منشأة بالنسبة لنا نعتقد أنها واحدة من الكوينات الدعم العسكري، فنحن بهذا الحق نحتفظ به، وسترى الأيام ماذا نحن فعلون. طيب السيد العقيد الصوار، المشاهدون الكرام، نحن عندنا ملفات كثيرة وأسئلة كثيرة جدا في هذه الحلقة. سنقف عند المحاولة التخريبية، وسنقف عند زيارة الأمين العام للحركة الشعبية بدولة جنوب السودان الراهنة، وبالملفات الأمنية، يعني كل ما يمكن أن أحسب أنه يدور في عقولكم وهو يدور أيضا في ذهني أنا كمواطن قبل أن أكون صحفي أو إعلام، إن شاء الله حنطرحه، وحيصهر الإيميل الآن
في الشاشة، برضو نتلقى أسئلتكم إن شاء الله على الهواء عبر البريد الإلكتروني بنطرحها. السيدة العقيدة الصوارمي، يعني أنا كنت اتصلت بك على ما أذكر في تلك الأيام ووجهت لك أسئلة، وأنا نيابة عنك لخصتها للناس، لكن أنا عايز أعيدها لأنه جات أسئلة كثيرة جدا، إنه ليه القوات المسلحة الطيارات دي جات اخترقت كل الأجواء وجات لحد الخرطوم ورجعت وما في زول حس بيها وكذا، وهل السودان ما عنده أجهزة بتاعة دفاع جوي ونحن مكشوفين وما عارفين. نحن استضفنا يعني مجموعة من الخبراء العسكريين، واستضفنا السيد الدكتور أمين حسن عمر هنا، ويمكن تناولنا هذا الأمر، لكن الآن الأمر يختلف لأنه الآن من القوات المسلحة مباشرة نريد أن نسمع الإجابة. هو حقيقة هذا الأمر يعني هو ليس بجديد، لأن الأسئلة حتى التي وردت في هذا المضمار كانت تتساءل عن أو رجعت يعني المتسائل رجع بذهنيته إلى الحوادث التي حدثت في بورسودان المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، تكررت هنا عندنا في الخرطوم، والمتسائل كذلك يخشى كما يعني ألمح السيد الدكتور، ألمح إلى أن هذه العملية قد لا تكون الأخيرة، وبالتالي هنا يتساءل الإنسان يعني كيف دخلت هذه الطائرات، علما بأن هنالك تجارب سابقة سبقت هذا الموضوع، فلماذا لم تفيدنا شيئا تلك الضمانات التي كانت قد اتخذت سابقا. نحن نقول نحن اتخذنا من الضمانات ومن التحوطات ما كان يمكن أن يقينا شر هذه الضربة، لولا أن هذا الفاعل كان متابعا متابعة جيدة ودعمه في هذا تفوقه العسكري تحديدا في مجال الاتصالات ومجال العمل الجوي، ولعل الكل يعني يدرك ويعرف أننا مفضولون في هذا المضمار، يعني لسنا بالتفوق الذي يمكن أن يقينا مثل هذه الأعمال في هذا الوقت الراهن بالذات، رغم أننا يعني كلنا حماس وكلنا عمل، يعني ما نقوم به الآن وهو يعني حتى الآن يعني يمكن يكون بعيد عن الكشف، ما نقوم به الآن هو أننا نعمل بكل جد واجتهاد من أجل بناء منظومة دفاعية تقينا مثل هذا مثل هذه الضربات. وحتى من 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 بورسودان منذ الحادثة الأولى، والأمر هو الآن قيد البناء وقيد التحري وقيد العمل من أجل أن نوفر لأنفسنا دفاعات تقينا مثل هذه الضربات. الإجابة على سؤالك أن هذه الطائرة اخترقت الأجواء السودانية مستعملة هذه التقنية العالية جدا في التشويش، وتمكنت بهذه التقنية التي يعني فاقت صراحة قدراتنا على يعني أو تفوقت علينا في من حيث الكشف. وإن كانت هنالك نعم نحن لا 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 لا, لا ندعي أن كل الأجواء مرصودة بالصورة التي يمكن أن تدرأ عنا هذا لنا. وحتى ولو يعني كشفت هذه الطائرات في تلك الفترة وهي يعني رصدت طبعا، ولكن يأتي بعد ذلك الرد، هل هو دقيق وسريع وحاسم في نفس اللحظة التي رأى فيها الرادار أو رأت فيها المراصد الأرضية هذا العدوان يمكن أن تتعامل معه مباشرة؟ فهنالك فارق، وهنا فوارق الثواني والدقائق يمكن أن يؤدي إلى كوارث كبيرة جدا. فبالتالي نحن بينا مرارا وتكرارا أن هذا العمل هو كان مرصودا حتى قبل أن يحدث، وبعد أن حدث رصدت كذلك مجموعة من الأعمال المعادية التي قام بها العدو بعد ذلك، العدو الذي قام بهذه الضربة قام بها كنوع من أنواع التأكد والتحرز من أنه أصاب أو لم يصب وما إلى ذلك. فبالتالي تمكن هذا المعتدي من أن يضرب هذا المصنع،
استنادا على تفوقه الجوي واستنادا على تفوقه في مجال الاتصالات ومجال عمل الرادارات والإقمار الصناعية. وهذا المجال يعني المسؤول عن التأخر فيه كل العالم الثالث وليس السودان وحده، وهذا هو المحك الأساسي. فلولا استخدامه لهذه الأقمار الصناعية وهذا التفوق التكنولوجي في هذا المجال الجوي لما استطاع أن يقوم بمثل هذا العمل. وهنا أيضا نحن نعمل بكل جد واجتهاد على تدارك مثل هذه الأشياء. طيب السيد العقيد الصوارمي، في الجزء الأول من سؤالك قد يكون مشاهد اختلط عليه الأمر، حيقول هي الحكومة دي قاعدة في الصياعة كده ما عندها حاجة، يعني هل الحد الأدنى من الأجهزة دي؟ أنا حكيت في حلقة سابقة كيف أنا رافقت الرئيس النميري عليه رحمة الله سنة 82 في زيارة للدفاع الجوي في بورسودان، وكيف أنا استمعت لقائد الدفاع الجوي وقتها المرحوم فؤاد أحمد صالح لتنوير خلونا نقعد فيه إنه ممكن جدا إسرائيل تضربنا، وأثيوبيا زمان لما كانت عدو الآن الحمد لله صديقة ممكن تضربنا وبعد ساعة ساعتين. فهل نحن قاعدين في الصياعة ولا في الحد الأدنى من الأجهزة اللي بترصد يعني؟ طبعا بدون كشف أسرار يعني أنا بقصد حتى على المكشوف. طبعا ما في شك أننا الآن نعمل وفق منظومة عسكرية تعمل بناء على ما تملكه من أجهزة، بالتالي نحن الحماية اللي نحن الآن بنقعد فيها هي اللي بتقول أنه نحن الآن ما قاعدين في الصقيعة، وإلا لكان يمكن أن نتلقى الخبطة تلو الخبطة والضربة تلو الضربة، وكان سوف يحدث أشياء كثيرة جدا. ولو يعني صح التساؤل بتاعك أنه نحن قاعدين في الصقيعة ولا ما قاعدين في الصقيعة، لو صح الإجابة أنه قاعدين في الصقيعة لما استطاع أو لما كان يعني هناك حوجة أو هناك حاجة ماسة لأن يقوم العدو باستعمال تشويش وأجهزة وآليات متطورة جدا ليعمل بها تغطية لعمل لهذا العمل. فالأربع طائرات التي كانت يعني في هذه المحاولة كانت منها طائرة مخصصة للقيام بعمل التشويش وعمل التحكم في أي جهاز مضاد. هل مره انا كنت بتجاذب معاك اطراف الحديث لا يمكن ده هنا للتلفزيون برضه، هل نفس التشويش ده حصل في دخلة ناس خليل؟ هل صحيح الكلام ده برضه؟ طبعا هذا الكلام صحيح بنسبة 100%. نفس هذه التقنية وفي تلك الفترة كان قد استعمل كذلك يعني قمر صناعي واستعمل الساتلايت تحديدا، وهو يعني جهاز دقيق جدا وجهاز هجومي، يعني يمكن نقول نصفه بأنه جهاز هجومي دقيق جدا يعمل في مجال الملاحة ويفيد العدو أو القوات المتحركة بحيث أنها يمكن أن تسير بكومفلاش أو تخفي كامل حتى تحقق هدفها دون أن يفطن إليها أحد. فنفس هذه التقنية وبصورة أحدث استعملت الآن، وتلك التقنية التي استعملت في دخول خليل إلى مدرمان كانت التغطية من هذا الجهاز الذي يعني يساعد في الملاحة البرية. سيد الوزير، أيضا إذا أخذنا من ناحية كناطق رسمي باسم الحكومة من جانب السياسي غير العسكري، يعني بعض المواطنين بيسألوا ليه ذاتوا المصنع ده الناس خلوه في الحتة دي، فهل في أي تفكير بالتنسيق مع الإخوة؟ نعم هو اساسا يعني يمكن نكون قلنا الكلام ده اسلفنا قلناه، لكن نقول الان انه للمصادفه الغريبه جدا انه القياده العسكريه والسياسيه اجتمعت قبل اسبوع من هذا الاعتداء وقررت انه نقل المصنع الى مكان اخر. كما تعلم ان المصنع عندما انشئ كان بعيد جدا في الحزام، حزام الاخضر يعني، والحزام الاخضر الناس حتى يسالوا لماذا الحزام والحشائش، واحده من مكونات البيئه الصالحه لاقامه المصانع، بيكون فيها احتراق، الغابات بتخفف وبتغير في الانفايرمنت، فالوجود كان هناك وجود طبيعي وسليم وبعيد. لكن امتدادات السكن اللي حصل في ال 15 سنه الاخيره طبعا امتد بصوره كبيره جدا واصبح محيط بهذا المصنع، وبالتالي كان القرار انه المصنع يخرج الى مكان اخر، وان شاء الله هذا هو القرار الذي سيتم، سينقل المصنع خارج مكان مناطق السكن الى مكان اخر حتى اذا حدث اي شيء ليس من عدوان، حتى لو حصل احتراق داخلي لا يصيب المواطنين كما حدث. كما نعلم انه هو الضربه لم توجه الى الذين يعني استشهدوا، وانما كان احداث
الفراغات الهوائية التي حدثت والتفجير الذي حدث هو الذي أضر كثيرا بالمواطنين وأدى إلى الاستشهاد. طيب الأخ الصوار مشان نطلع من المحور ده، يعني دارين نطمن المواطن، هل المصنع ده تدمر بالكامل؟ هو حقيقة أنا دعني أعقب قليلا على كلام السيد الوزير وأدعمه، يعني ففي هذا المضمار يعني كثير جدا من المنشآت العسكرية أنشئت حقيقة في مكان صالح تماما، يعني العسكريون عندما يريدون أن يقيموا أي منشأة عسكرية يدرسون الطبيعة، يدرسون الطبيعة دراسة جيدة جدا. لعل الناس يذكرون أن الكلية الحربية كانت في السلاح الطبي أم درمان، وكان ذلك في وقت مضى كان فيه القصر سفر الشباب. نعم كان قصر الشباب والأطفال مقبرة، مقبرة يدفن فيها الناس. ورحلت الكلية الحربية أكثر من 20 كيلومتر شمالا في منطقة وادي سيدنا العسكرية، والحضر برضو جاكم هنا، ولكن يزحف السكن ويزحف المواطنون ويسكنون حول هذه البقعة. حتى الآن الكلية الحربية كمثل اليرموك، أصبحت الآن يعني كأنها وحدة سكنية داخل المعسكرات أو داخل المباني والأحياء السكنية. أنا السؤال حول أنت حاولت تعقب على إنه حيرحلوها، حيرحلوا ده الجزء الأول كان من نعم نعم، وحتى الآن القوات المسلحة قامت بترحيل كثير جدا، وإنه المصنع تدمر كيف يعني، هل تدمر كامل أو لا؟ نعم يمكن أنت جبت على الجزء ده، يعني هل المصنع نعم. يعني الناس المواطنين ده ما العام، هل انتهى تدمر المصنع ده يعني؟ طبعا لا نستطيع أن ندعي أن المصنع قد تم تدميره تدميرا كاملا، ولكن حقيقة يعني كانت هذه الضربة مؤثرة جدا، كانت هذه الضربة مؤثرة جدا، وهي كفيلة بأن يتوقف النشاط وأن يتوقف العمل، وبالتالي هي يعني تعتبر ظلم صريح ويقدح تماما في يعني ميزان العدالة الدولية إذا لم تتخذ إجراء في هذا العدوان الغاشم. وعليه يعني نحن نؤكد أن هذا المصنع الآن يعني في نهاية الأمر هو قد ضرب، نعم، وقصف بحيث أنه عطل عن العمل. طيب المشاهدون الكرام، نحن يمكن بالإفادتين ديل بنكون استوفينا هذه القضية بكافة جوانبها. نحن استضفنا صادق المهدي ودكتور أمين حسن عمر، الإمام الصادق المهدي كمعارض ودكتور أمين حسن عمر والفريق أول مهدي بابو نمر واللواء عبد العباس والعميد حسن بيومي، ولعلكم تذكروا العميد حسن بيومي تحدث عن الطابور الخامس وقال ممكن تكون ست شاي قاعدة بعيد من المصنع تكون عقيد في الأمن الموساد الإسرائيلي. بداء بنكون استمعنا لوجهة النظر بتاعت القوات المسلحة واستمعنا لوجهة نظر الحكومة، يبقى بعد كده نسأل نفسنا نحن هنا دورنا شنو؟ نحن كمواطنين لازم نفتح عيوننا، إذا حسينا بأي حركة مريبة من أي طابور خامس داخلي ولا خارجي حقو نحن ندلي بهذه المعلومة للجهات المختصة، لأنه هذه إذا كان قوات مسلحة وإذا كان حكومة ولا إذا كانت أي جزء قرض إنها تحفظ أمن البلد، أمن البلد ما بتحفظ إذا ما ناس وفتحوا عيونهم، خاصة إحنا بلد مستهدف ومستهدف شديد جدا. طيب يمكن يعني قضايانا اللي حنسيرة في هذه المرة في حافية حساسة وهي أسرار دولة وأشياء تحت التحقيق، فلذلك أنا مش بمر عليها مرور الكرام، لكن بنحاول نقدم بعض المعلومات اللي بتبصر الناس. ننتقل بعد كده للمحاولة الانقلابية أو التخريبية، ويمكن السيد الوزير تحدث عنها. شنو الجديد السيد الوزير؟ الناس بيسألوا ما هو الجديد يعني؟ طبعا واحدة من الأشياء نحن وعدنا بأنه كل ما تكشفت حقائق لا تضر بسير العدالة ولا بسير التحقيق نملكها للناس يعني. وفي نفس الوقت نحن طلبنا من الناس أنه ما يذهبوا بعيدا في التأويلات ونثر الإشاعات والتشكيك يعني. فأنا عاوز أقول أنه بدءا أحب أن أؤكد تماما ومن الأجهزة الأمنية ومن كل التحقيقات الجارية الآن أنه هنالك اعترافات من قبل المعتقلين، بعض المعتقلين اعترافات
غذائية كاملة منهم بأنه المحاولة دي صحيحة وأنهم هم قاموا وأدلوا بمعلومات كثيرة جدا. ده واحد. من سير التحقيقات نستطيع أن نؤكد الآن أن هناك كان في اتصال وتنسيق مع حركة العدالة والمساواة كحزب سياسي وكجهة معارضة، هناك اتصالات حقيقية ومرصودة وتم التوصل إليها. الشيء الثالث، هناك أيضا اتصالات بحزب سياسي آخر. نحن الآن لمسألة سير التحقيقات نمسك عن ذكره الآن، لكن نعد بأننا إن شاء الله بعد إكمال كل الجوانب سنبين من هو ما هو هذا الحزب. المسألة الأخرى، نؤكد أن كل التحقيقات التي تمت لم يمارس فيها أي شكل من أشكال العنف، ولم يعني هذه الاعترافات يعني لم تستخرج بأي أسلوب غير قانوني، وأنه كل المتهمين الآن بصحة جيدة ولم تمارس عليهم أي ضغوط، وليس هنالك أي اعتقالات أخرى. نؤكد، يمكن الصوارمي يقول الجانب الآخر اللي بخص القوات المسلحة، لكن بشكل عام أنا أؤكد أنه يعني كلامنا السابق قلناه، لا امتدادات إطلاقا لا في الجانب السياسي في كحزاب للحكومة العريضة وعلى رأسها المؤتمر الوطني، ولا في داخل الحركة الإسلامية، ولا داخل القوات المسلحة، ولا داخل جهاز الأمن والمخابرات، لا امتدادات أخرى. كل المتهمين الآن هم رهن التحقيق ورهن الاعتقال. يمكن جاتني رسالة هنا الأخ أحمد البلال بيقول الشيء الكويس فيك إنك بتتكلم بلهجة سودانية واضحة حتى تسمع كل سوداني وسودانية خاصة غير المتعلمين، ورغم علمي بمكانتك إلا أن ذلك، ويا ريت كل المتحدثين نتكلموا بلهجتنا حتى نسمع من هو لا يجيد لغة الإعراب. ولو تلاحظ الأخوة المصريين في حواراتهم عبر الفضائية يتكلمون بلهجتهم المحلية رغم أنهم جهابزة اللغة العربية، لكن عيبك الوحيد إنك بتميل مع الحكومة وبتدافع عنها، وأبدا ما سمعتك يوم انتقدت الحكومة، عشان كده برنامجك برنامج دعاية للحكومة. طيب أنا ما حارد عليك، يعني هو معانا الحكومة وده التلفزيون الحكومة وداريني وروكم المعلومات، أنا دخلي شنو يعني انتقد الحكومة في شنو؟ ديما أنا بجيب أسئلتك وبنسأل وبنجيب، وحقيقة داري يقول يعني يعني عاوز نتكلم بالدارجة مثلا. لا 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 لا، هو عجبته كلمة الصقيع علي، أنا ما ليكم أنتم يعني، ممكن واحد يقول ده شنو في التلفزيون يقول الصقيعة يعني، لكن بينتقدني بشكل دي، لكن في النهاية قال أنا زول حكومة يعني. طيب دكتور أحمد بلال ده ما راجل معارض، والآن هو وزير وكذا، ده من باب إننا بنقرأ كل الرسائل، لكن قال سؤالي لسيد وزير الإعلام، هو بيتكلم عن الحرق عن المحاولة، هل شميتوا فيها قال أي تصفية حسابات من الناس أو كده؟ واحدة كثير قال ما بقول اسمي عشان ما تخدتني في الغايمة السوداعات، كيف ده؟ ما في غايمة، أقول اسمك غايمة سوداعات. لا بالعكس، هو دي واحدة من طبعا الجوانب اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، أنها تصفية حسابات وأنها بداية معركة داخل الحركة الإسلامية وارتباطها بالمؤتمر الأخير للحركة الإسلامية وما إلى ذلك. وأنا قصدت بالكلام اللي قلته أنه ما في امتدادات، قصدت أن أنفي مثل هذا الكلام، يعني ما في حاجة مرتبطة لا بالحركة الإسلامية كتنظيم ولا بالمؤتمر الوطني ولا بتصفية حسابات. يعني علينا أن يعني الناس أن يفهموا أن هؤلاء الذين يعتقلوا يعني ما ناس من طرف، يعني عشان الناس يقولوا عليهم كلام أو اتهام، وده ناس كانوا موجودين في قلب النظام ومن حماة النظام وناس أعزاء جدا، لكن في نهاية الأمر الحدث هو حدث، يعني للأسف الشديد هو هذا وقع الحال، لا يعني لا توجد أي نوع من تصفية الحسابات مدى علمي كامل في هذا الملف، أنه ما عنده علاقة بهذا الشكل إطلاقا. طيب يمكن في محمد واديان، والحقيقة ده برضو رجعنا لليرموك، موجه له سؤال لسيد العقيد عاطر التحايا لضيفك الكريم الصوارمي،
وددت أن أستفسر من سعادة العقيد عن تضارب التصريحات بعد الحادثة مباشرة، حيث أن سيادته قد ظهر بعد الحادث على وسائل الإعلام وصرح بأن سبب الانفجار كان حريق ساعدة الحشائش في تفاقمه وانتشاره. إذن السؤال، لماذا لا تأتي تصريحات المسؤولين في هذه الحالة جهة مسؤولة بعد التقصي والتحقيق، ولا تأتي هذه التصريحات بهذه الطريقة المناقضة للواقع؟ لعله يقصد تصريح الوالي. لعله بيقصد تصريح الوالي، وأنا أحب أكرر مرة أخرى المسألة بتاعت تصريح الوالي. يعني الناس أخذوا على الوالي أنه ده قال احتراق داخلي ونتيجة لكذا وكذا. الوالي التعامل بمثل هذا الحدث يجب أن يكون بالمسؤولية ويكون بالأولويات. يعني الجانب العسكري والجانب الأمني، جانب الدفاع المدني، والجانب الآخر تهدئة المواطنين والسهر على 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 راحتهم وصحتهم. يعني انت كوالي في حوالي يمكن اكثر من 400-500 ألف شخص خرجوا من منازلهم في حالة بتاع الذعر وحالة بتاع يعني فوران، فلا بد من التهدئة في هذا الجانب. طالما تأكدت من الجانب العسكري وكل الاحتياطات الاخرى اللازمة كان. فكلام الوالدة على فكرة بالرغم من أنه الناس يعني انتقدوه كثير جدا، لكنه ساعد في أن كل المواطنين رجعوا إلى منازلهم تماما. والتزاحم اللي حدث وكان أخر يمكن الدفاع المدني لما العربات المطافي والناس حاولوا يعني يقضوا على الحريق، كان في تعويق كبير جدا من هذا التزاحم. أنا بفتكر أن تصريح الوالدة كان موفق بغض النظر عن كل الكلام يقولوا كان لماذا. نحن كان لابد من أنه نتأكد أنه ليس هنالك امتدادات لهذا العدوان مصاحبة خلايا نايمة في مجموعة أخرى مصاحبة له وتقوم بعمل تقريبي. كان لابد من أكد من كل أنحاء السودان وأنه يكون في درجة من الاستعداد في القوات المسلحة والجهات الأمنية عشان تأخذ كل الاحتياطات اللازمة. كان لابد من أنه نحترز أيضا أنه لربما تحصل ضربة أخرى ثانية لمكان آخر، ودي كلها أولويات وفي عمل عسكري دؤوب والناس كانوا متابعين له بشكل كبير. التأكد من أنها ضربة من بواسطة طائرات ده كله تم، وبعد كده الحصل حصل. فكان لابد من أنه نحن نسهر ونحرص على صحة المواطنين، وتعامل كان رفيع جدا، والتعامل كل الجرحى والذين ذهبوا إلى المستشفيات حوالي 68 شخص كان تعامل سريع جدا جدا، والحمد لله الوفيات والاستشهادات كان 3 فقط من جملة 68. طيب، وافتكر برضو في تصريح كان للأخ الصوارمي أيضا. والله هو حقيقة كما تفضل السيد الوزير، هو التصريح كان للسيد الوالي بأن هنالك تماس كهربائي ليهدئ الخواطر، ولكن عن طريق الخطأ نسب لي كناطق رسم القوات المسلحة، رغم أننا أصلا كقوات مسلحة لم نصرح بهذا أبدا. يعني لم نصرح بأن هذا الأمر عبارة عن ماس أو تماس كهربائي، أو إنما السيد الوالي قصد أن 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 أن, أن يهدئ ال 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 يعني روع المواطنين. نعم نعم نعم. فحقيقة نحن لم نتحدث في هذا إلا عبر بيان، والبيان لم نخرجه إلا حوالي الساعة 3 صباحا. أول تصريح لي عن هذه الحالة كان الساعة 3 صباحا، وتحدثنا في هذا التصريح أن هجوما قد تعرض له مصنع اليرموك. يعني هذا المصنع أول تصريح على الإطلاق صرحت به القوات المسلحة أن هذا المصنع قد تعرض للهجوم. ولكن في اليوم التالي وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير الثقافة والإعلام بيّن نوعية هذا الهجوم وكيفيته، وبيّن كثير جدا من النواحي التي تحيط به، ولكن نؤكد تماما أننا لم نتحدث عن حريق، وإنما تحدثنا عن أن هنالك حريق مصاحب. نعم. وهذا لاحقا حديث مصاحب، حيث أن هذه الحشائش بعد يومين تجددت فيها النيران، ولكن حديث عن تماس كهربائي أو هذا قد صرح به الوالي كما تحدثنا. طيب، يمكن أيضا نواصل أنتم برضو رؤيتكم، حديثك أنت كناطق رسمي باسم القوات المسلحة الجانب البليكم في المحاولة الانقلابية، عشان نطلع من الملف ده لملف آخر. حقيقة يعني هو كثير من الناس يعني بدأوا يتحدثون عن يعني أشياء وتحليلات سياسية، وعن أن
صلة هذه المجموعة بمجموعات أخرى كما تفضل كذلك السيد الدكتور. فحقيقة يعني الذين قاموا بهذه المحاولة هم ضباط في القوات المسلحة، ضباط عادي، نحن نعرفهم حق المعرفة لأنهم زملاء، يعني عملنا معهم في وحدات مشتركة واحدة، يعني أنا عملنا معهم في منطقة غرب النوير، في الاستوائية، في محلات، يعني التقيت بكثير جدا منها أو ببعض هؤلاء الضباط في كثير من المحاور العسكرية، وأعرفهم معرفة جيدة كضباط عاديين جدا، ولهم أفكارهم الخاصة، ولهم يعني تحليلاتهم للأوضاع من ناحية عسكرية ومن ناحية سياسية وهكذا، ونتناقش ونتحدث. وأنا أقول هذا لأبين أنهم يعني مجرد ضباط عاديين، نحن لا نعلم أن لهم انتماءات شاذة أو اتصالات بأحزاب سياسية كبيرة وما إلى ذلك. فهذا شيء، حتى إن كان لهم يعني مثل هذه الاتصالات، فهذا شيء الآن قيد التحري والتحقيق، وسوف يعني تكشف عنه الأيام المستقبلة. وعلى الناس ألا يستعجلوا في مثل هذه الأشياء، لأنها يعني خطيرة جدا، وتمس يعني حقيقة تمس أعراض ناس وتمس مشاعر ناس كثيرين جدا. والاستعجال بالتحدث عن يعني أسماء لم ترد، أو التحدث عن أفعال لم ترد، أو التحدث باتصالات مع جهات أخرى كذلك غير واردة، كله يعني قد يؤثر على حتى هؤلاء المعتقلين وعلى أسر هؤلاء المعتقلين. فالتروي والانتظار حتى يكتمل التحقيق في هذه المسألة أعتقد هو الذي يعني يمكن أن ينفع كل المواطنين أو كل الشعب السوداني في هذا المضمار. من ناحية ثانية، أنا أريد أن أؤكد أن هؤلاء الذين قاموا بهذه المحاولة لم يعتقل أحد منهم يعني اعتقالا تعسفيا بأن قبض عليه في بيته اعتقالا، يعني كما هو معروف، يعني جاء مجموعة من الأشخاص المدججين بالسلاح وألقوا القبض على فلان، لم يحدث هذا، يمكن إلا في حالة واحدة يعني لم تفلح المحاولات التلفونية في الوصول إليه فأرسل إليه تيم ليتم القبض عليه. ولكن كل بقية الذين شاركوا في هذه المحاولة تم الاتصال بهم عبر هواتفهم، ويعني طلب منهم أن يحضروا فحضروا. كل الذين تم اعتقالهم تم اعتقالهم تقريبا بهذه الكيفية، اتصل بهم تلفونيا، يا اخوانا نحن دايرين لكم تعالوا، والواحد بيجي براه وبيجي ويقول يا اخوانا الحاصل شنو، يقول يا اخ والله الحاصل كده الحاصل كده. فده بيبين أنه أولا حقيقة العمل الأمني والاستخباري كان دقيق جدا في هذه المسألة، وساعة سين أو ساعة الصفر يعني كانت واضحة جدا لدى الأجهزة الأمنية التي كانت تتابع هذه القضية. وبالتالي يعني أنا أقول أنه يعني من الشهامة أن تقبض الإنسان أو أن تبين للإنسان أنك يعني تسير في الطريق الخطأ، يعني أنت ماشي الآن ماشي غلط، فكون أنا أقبضك قبل ما تنفذ، أنا أتخيل لي دي فيها شهامة وفيها إكرام لك أنت ذاتك، لأنه نحن عندنا زول اللي بقبضوه متلبس، ما زي زول اللي بقبضوه شنو اللي بقبضوه قبل ما يبدأ ينفذ هذه العملية. فنحن كقوات مسلحة بنأكد تماما أن هذه القضية الآن في أيدي عادلة وفي تحقيقات مستمرة ليل نهار. ويمكن حتى قبل يومين ظهرت لنا بعض الأسماء، وما زالت يعني هذه ما زال هذا التحقيق يعني بيورد بعض الأسماء. نحن ما بنقول أنه هو يعني هم ناس مشاركين بنسبة 100% وأنهم مجرمين بنسبة 100%، ولكن كل هذا ينتظر التحقيق وينتظر أنه نحن نشوف في النهاية الناس ديل بادين من وين وماشين ليصل وين. نحن كذلك من ناحية عسكرية لنا قانوننا العسكري، واللي بيضع هؤلاء المتهمين في هذه المحاولة بيضعهم في الموضع الصحيح تماما، لأنه دي مخالفات لقوانين عسكرية واضحة جدا
نحن بنسميها لون انتم خالفتوا الماده كده والماده كده والماده كده والماده كده. فبالتالي نحن بنقول هم في حرز وفي امن حتى والمتهم بريء طبعا حتى تثبت ادانته. وبالتالي نحن بننتظر وانا ارجو انه الناس ينتظروا. نعم جميل. وافتكر انت فتحنا غوص صغير. نعم ما هو المساله دي يعني يوم الاربعاء قبل الساعه الصفر كان 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 السيناريو كالاتي: اما انه يبدا يخلوا الناس يعني يبتدوا في الحراك يوم الخميس ثم يقبض عليهم وهم متلبسين، او اجهاض المساله بشكل استباغي اعتقال المجموعه بالادله الكافيه جدا الوارده لجهاز الامن والمخابرات، وبالتالي ده بيضعف حتى القضية. ودي ما مشكلة يعني انت انه كونك تضعف القضية بتاعت الاتهام ضد الناس بمجرد النوايا ومجرد التخطيط، ما زي لما يبتدوا التخطيط، لانه التخطيط قد تكون الكلفة عالية لو بدأ فعلا. وده القرار السياسي الذي اتخذ وتم الاعتقال على هذا الاساس. وعلى هذا الاساس نحن تماما انا وايد الكلام بانه المتهم بريء حتى تثبت الادانة، التحقيقات جارية. وانا اضفت عليها اليوم انه شان الناس لمجرد قفل باب الاشاعات يعني انه دي كاموفلاج وده تخلص من مجموعه وده كده، انا قاعد اقول انه الاعتراف سيد الادله في اعترافات حقيقيه يمكن ادت الى بعض الاسماء وادت الى بعض الاشياء، فخلونا نقفل الملف على هذا الاساس وننتظر. جميل. طيب المشاهدون الكرام ننتقل لملفنا الثالث اللي هو يتعلق بالزياره الحاليه للامين العام للحركه الشعبيه السيد باغان أموم. وأنا حقيقة يمكن علمت من يومين بهذه الزيارة واتصلت به في جوبا قبل أن يحضر ليلة حضوره للخرطوم، وقلت له ما تيجي تشارك معنا في الواجهة، يعني احنا معنا الناطق الرسمي باسم الحكومة والناطق، قال لي تمجون هناك. فوجه دعوة حقيقة للبرنامج، ولا أنا حيب لك دعوة رسمية للبرنامج، لكن أنا حاولت أوجه له أسئلة ووصل الخرطوم يمكن على النحو الآن نحن بنشاهده لحظة هبوطه، وأدلى بتصريحات في المطار، ويمكن بعد شوية سيد الناطق الرسمي باسم الحكومة حيديكم معلومات أكثر عن برنامجه. علمنا أنه سيلتقي بالسيد رئيس الجمهورية لأنه على حسب حديثه أنه هو يحمل رسالة للسيد رئيس الجمهورية. من الأسئلة اللي أنا سألت عليه مباشرة الزيارة المفاجئة دي شنو، فقال هي الزيارة دي كانت استجابة لدعوة كريمة من السيد الرئيس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية وكبير المفاوضين، وغار الغرض الأساسي منها تذليل العقبات اللي بتواجه التنفيذ العاجل لاتفاقية أديس أبابا الوقع عليها الرئيسان البشير وسلفا كير. أنا قلت له يا أخي الاتفاقية دي لكن ما متعسرة وما تم تنفيذها، وده حاجة صارت إحباط في نفوس الناس وكذا. فقال إنه هم موقفهم كحكومة بدولة الجنوب إنهم ملتزمين بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الثمانية، سواء الاتفاق الأمني أو النفط أو الاتفاقات حول حماية المواطنين، دفع فوائد ما بعد الخدمة للمواطنين الجنوبيين، تحدث عن هذه. وباختصار قال لي نحن مع التنفيذ الكامل والمتزامن لهذه الاتفاقيات، وقال إذا كان ده موقف الحكومة ما عندنا أي مشكلة مع الحكومة. برضو أنا قلت له الزيارة بتاعة الوفد، ودي برضو بعد شوية نحن هتكلم مع سيد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، وبرضو حنجري اتصال هاتفي بعد شوية بالدكتور المعز فاروق محمد حول اجتماع اللجنة الآلية السياسية الأمنية بجوبا. قلت له الناس دي جوكم وما عملتوا حاجة، حتى قالوا لكم ما فكوا الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة. قلت له انتوا عارفين الفرقة التاسعة والعاشرة دي، واحدة في جنوب كردفان وواحدة في النيل الأزرق، فما كانت البداية مشجعة كويس. فكان رده انه الامر ده تمت معالجته في اتفاق وقف دعم المجموعات المتمردة بالبلدين، وقال انه الامر ده حيتم مناقشته بالتفاصيل في اجتماع الآلية بالخرطوم، معروف انها برضو حنتكلم لكم عنها شوية، معروف يوم 3 و4 حتيجي اللجان الفنية، ويوم 5 و6 حيجي وزير الدفاع وبتجي. يمكن لما طلبنا منه يوجه رسالة قال انه اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين التي وقع عليها الرئيسان البشير وسلفا كير هي اتفاقية مفصلية
وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والشعبين لبناء علاقات تعاون وسلام وتحقيق الاستقرار والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة لتنفيذ كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين ويضع الأساس المتين لقيام دولتين متجاورتين ومتعاونتين ومتحبتين. كلمنا السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة عن خلفية هذه الزيارة. طيب أنا عاوز أقول أنه أنا أتفق تماما مع الأخ باغان أموم وزير السلام في دولة الجنوب والمفاوض بالنسبة للجانب رئيس الجانب دولة الجنوب. أنا متفق معه تماما أنه نحن ما زلنا مصممين والإرادة الحكومية مع إنفاذ كل ما توصلنا إليه من اتفاق. وهذا الكلام يمكن في الرسالة الهاتفية المهاتفة التي تمت ما بين الرئيس البشير وسلفا كير أكد فيها على هذا الجانب. وأن إحنا بالنسبة حرصنا ده للتنفيذ كان لابد من يعني نأخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يحصل تحصل ردة. ونرجع للمربع الأول، الاتفاقات دي عاوزة نوع من الحراسة والضمانات على الأرض وبناء ثقة، جسر بين الثقة. احنا مشكلتنا الآن الأساسية وخلينا نكون صريحين هي انعدام الثقة ما بين الطرفين ما بيننا وبينهم. عشان الثقة دي تنبني بشكل كلي لابد من أنك أنت تراعي كل المخاوف التي أنا بقولها وأنا بجانبي الآخر أقول بكل هذه المخاوف ونقعد مع بعض ونحلل هذا. أنت قول ما عندك وعلى الطرابيزة وعلى موية بيضة وبكل شفافية نصل فيها إلى حلول وآليات لنعمل. أهم حاجة بالنسبة لنا وده الجانب يعني لما ممشى الوفد لإنفاذ الاتفاقيات قلنا الاتفاقيات دي بدون الترتيبات الأمنية ما بين الطرفين لن تسلك. يعني لا حتكون في تجارة حدود ولا حيكون في حراك ولا حيكون في البترول الضمانات أنه يمشي وأشياء كثيرة جدا من الاتفاقات الثمانية ما بتتم ما لم نحن نأخذ في الاعتبار كل الجوانب الأمنية ونحن ماخذنا على الجنوب. وإذا الجنوب عنده حاجات ماخذنا علينا أيضا نأخذها. والمسألة يكفل عند هنا يعني ما تنوغش الزيارة اللي تمت لجوبة الناس ما قالوا انهارت هي ما انهارت لأننا أساسا لم ننفذ إلى الآليات والتنفيذ للاتفاقيات وقفنا في المحطة دي. الآن أنا بفتكر أنه الشيء الجديد والمشجع واللي نحن حريصين جدا عليه أنه الأسبوع ده كله حيكون مختص في هذا الجانب الملف الأمني. زيارة باغان الآن بتاخد الليلة وبكرة بيجي وفد الفني الأمني بياخد يومين وثم يتوج ده في يوم الأربع والخميس باللغاء بالنسبة للجانبين عشان نحن نطمئن على كل الترتيبات في جانب الملف الأمني ولا توجد أي إشكالية بالنسبة لنا بعد هذا الجانب بعد قفل هذا الملف بعد ما كلهم يجيبوا ما يغلقهم ويؤرغهم تجاهنا ونحن نخط في جانبنا من جانبنا برضو الجوانب دي الأخرى الثانية. الاتهامات المتبادلة بيناتنا دي كلها نشوفها ونمحصها هل نحن على حق وما على حق. وأنا داير أقول في الجانب ده حاجة أساسية ودي الجانب يمكن يوجه للإعلام أكثر حاجة أن إحنا والله بالنسبة لنا توجهنا للسلام وللتعاون مع دولة الجنوب ده توجه استراتيجي يعني لا فيه نوع من المزايدة ولا فيه نوع من الالتفاف ولا التكتيك. وبالتالي أن إحنا بنعتقد أن الوصول إلى الهدف ده لا بد من نزع أي فتيل ولا أي عقبات تؤدي بنا يحصل سيت باك مرة أخرى تاني ونرجع إلى مربع الحرب. نحن ما عاوزين حرب ما عاوزين اقتتال ما عاوزين عنف وعاوزين بيناتنا يكون في السلام ويكون في التعاون الحقيقي اللي بيكون في مصلحة المواطن في الجنوب والمواطن في الشمال. فنحن نرحب جدا بهذه الزيارة اللي بدت اليوم ونفتكر أنه الأخ باغان هو على علم ودراية كبيرة جدا بهذا الملف. بنفتكر أنه الأخ سلفا رئيس دولة الجنوب والرئيس الأخ الرئيس جمهورية السودان اتفقوا تماما والبيناتهم عامرة جدا واللغة اتغيرت بشكل كبير وإيجابي. نحن علينا أن ندفع على هذا الإطار
ونفسح المجال للجانبين عشان يكونوا في جو هادي ونصل فيه الى كل شيء زي ما قلت بشفافية كاملة. طيب يمكن في رسالة من الأخ سهل أحمد: أنتهز هذه الفرصة لأحيي كمواطن سوداني رجال قواتنا المسلحة وأحيي تضحياتهم وأحيي صبرهم على ابتلاءاتنا والتي في الكثير منها هي بسبب أعمالنا وبسبب بعضنا الذين لا يرعون في وطنهم ولا في مواطنيهم ولا إلا ولازم. التحية لجيشنا ولجندنا ومجاهدينا، فالوطن في حدقات عيونهم بدون مساومة ولا تهاون ولا حوار. سهل أحمد. طيب السيد العقيد الصوارمي، يمكن في الفترة دي برضو الأخ المخرج يحاول لنا يتصل بينا بالدكتور المعيز فاروق محمد من مقررية الآلية السياسية الأمنية المشتركة. لما الناس قالوا والله نحن ما بنطبق اتفاق، ما بننقل البترول ده إلا تطبق الترتيبات الأمنية، المواطن العادي صحيح نحن عملنا حلقات هنا وتكلمنا على القبائل، لكن انتم كقوات مسلحة الآن على الأرض شنو المؤرقكم؟ تشرح للمواطنين شنو على الأرض في الآن بيشوفوا في قصر في كادوغلي الآن، انتم احتويتوا الموقف في النيل الأزرق الأمور مستقرة، لكن برضو في تمرد حتى ولو كان في حتة صغيرة. حقيقة نحن كقوات مسلحة و كقوات كذلك بتراقب الموقف بكل دقة. أنا آسف، لكن أنا يعني آسف أقطعك لأنه دخل معي الأخ معيز، حارجع عليك كقوات فضل مسلحة. فضل. الأخ دكتور المعيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بك في برنامج في الواجهة، ونحن بنتصل بك بوصفك عضو في الآلية السياسية الأمنية المشتركة. نحن عايزينك تدينا شوية خلفية عما حدث في جوبا، يعني ماذا حدث وما أثير عن انهيار وفشل، رغم أنه الآن المفروض اللغة تختلف لأنه الآن الأمين العام للحركة الشعبية موجود هنا، برضو في اجتماع يوم 3 يوم 4 للجنة الفنية، وفي اجتماع يوم 5-6، فماذا حدث في جوبا حتى المواطن يلم بما حدث في جوبا، وبالتحديد المسألة بتاعت الفصل فك الارتباط، وبعد شوية الأخ الصوارمي حيتكلم لنا كقوات مسلحة، لكن أنا داري أتكلم معك كعضو في هذه الآلية وفي المقررية يعني. طيب أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا أشكر أخونا أحمد البلوى الطيب على هذه الاستضافة، وحقيقة إذا تحدثت عن اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، هو هذا هو الاجتماع رقم 4 العادي بين السودان وجنوب السودان، بين السودان ودولة جنوب السودان. وهذا الاجتماع أو هذه الآلية المنوط بها إنزال كافة الاتفاقيات الأمنية التي وقعت بين الدولتين، وهنالك أكثر من 8 اتفاقات أمنية بين الدولتين تم توقيعها، وآخرها اتفاق الترتيبات الأمنية الوقع في أديس أبابا في 28 سبتمبر. وهذه الاتفاقيات حقيقة يوجد فيها بعض الإجراءات الواجبة، بعض الإجراءات الواجبة التنفيذ. من ضمن هذه الإجراءات الواجبة التنفيذ هنالك الانسحاب الفوري الغير مشروط لكافة قوات الدولتين على طول الحدود. بالتالي في هذا الاجتماع أنا في تقرير اجتماع مهم جدا، اجتماع في سوف يحدد أو حدد بعض المناطق التي يفترض دولة جنوب السودان تنسحب منها شمال 1156، وهي 4 مناطق. المنطقة الأولى هي منطقة 14 ميل، والمنطقة الثانية محطة بحر العرب، والمنطقة الثالثة هي أجزاء من بحيرة الأبيض إضافة إلى منطقة البيجنيس في جنوب النيل الأزرق. أيضا في هذا الاجتماع سيتم إنزال كافة الآليات المنوط بها تأمين المنطقة الآمنة الموزوعة السلاح وتحديدها. حقيقة قبل 3 أيام الوساطة الأفريقية قامت بإرسال الخارطة اللي هي حددت المنطقة الآمنة الموزوعة السلاح. بالتالي سوف يتم تفعيل الآليات المنوط بها تأمين الحدود بين الدولتين. أيضا هنالك إجراءات أيضا واجبة التنفيذ هي إيقاف كافة أنواع الدعم وأشكال الدعم للحركات والجماعات المسلحة بين الدولتين.
بالتالي هنالك آليات سوف يتم تفعيلها، من ضمن هذه الآليات هي آلية أو اللجنة الخاصة لتلقي الشكاوي والتحقق بين الدولتين. أفتكر أنه إذا أنزلنا هذه الاتفاقيات على أرض الواقع وفق هذه الآليات إن شاء الله سوف يتم كبح جماح كافة أنواع المعارضات الموجودة بين الدولتين. الإشكال حقيقة الذي حدث في جوبا ليس هنالك إشكال بصورة واضحة، وإنما هنالك عدم اتفاق حول الأجندة الكان تم يعني إنفاذها في الاجتماع رغم ثلاثة، هو اجتماع كان عادي. الآن الاجتماع ده الهدف منه هو عبارة عن تنفيذ الآليات لقرار مجلس الأمن والاتفاقيات الموقعة بين الدولتين. طيب أنتوا يعني الآن يعني مدى تفاؤلكم في إمكانية تجاوز، يعني أنت رجل متابع هذا الملف ويمكن في عمقه، يعني فمدى تفاؤلكم من خلال الزيارة الحالية للأمين العام للحركة الشعبية لإمكانية، يعني هو يمكن أنا قال لي عبارة أنا وقفت فيها، قال هم ملتزمين بالتطبيق الكامل والمتزامن للاتفاقيات الثمانية، يعني فمدى تفاؤلك في إمكانية إنه الاجتماعات بتاع الثلاثة وأربعة وخمسة وستة دي تمشي لقدام وما تمشي لورا، لأنه واضح أنتوا الآن كل الاتفاقيات دي مربوطة بالأمن يعني. نعم حقيقة أنا متفائل جدا جدا بإنفاذ هذه الآليات على أرض الواقع، باختبار هنالك الآن بحضور الأمين العام للحركة الشعبية لدولة جنوب السودان، هنالك هذا يعني هنالك إرادة سياسية بين الدولتين، وهنالك يعني ويل سياسي بين الدولتين. أحسب أن هذه الإرادة السياسية سوف تكون قوة دافعة حقيقية لإنفاذ ملف الترتيبات الأمنية، باعتبار ملف الترتيبات الأمنية هو المدخل الرئيسي والحقيقي لإنفاذ بقية الاتفاقيات الثانية. الشكر الجزيل للسيد الدكتور المعز فاروق محمد من مقررية الآلية السياسية الأمنية المشتركة على هذه الإفادات الهامة. سيد العقيد الصوارمي قطعنا كلامك، نستعدل سؤالنا تاني اللي هي الناس انتو كقوات مسلحة المزعجكم شنو على الأرض الآن في قصف في كادوغلي الحدود فك الارتباط، هذه الأشياء معروفة لكم انتو كعسكريين، لكن احنا دارين المواطن البسيط يعرفها. يعني هي حقيقة كقوات مسلحة موجودة على الأرض وكقوات مسلحة يعني تراقب الموقف بكل دقة، وكقوات مسلحة كذلك تصطلي بنار الحرب أولا بأول، يعني قبل ما يصل لظاها للمواطن بيصطلي بها العسكري القاعد في الخطوط الأمامية، وقبل أن يروع المواطن الآمن في بيته بيقتل العسكري الذي هو على الخطوط الأمامية. أنا بأكد تماما أن الحديث في هذا المضمار عن ترتيبات الأمنية هو حديث من المعروف أنه تعنى به القوات المسلحة، ومن القوات المسلحة تدرك تماما أن هذا الملف ما فيه أي فرصة للمساومة أبدا، يعني حكاية أنه أنت داير تعمل لك حاجة قبل الترتيبات الأمنية دي شبه مستحيل. ده زي الزول اللي بيركب له زول في سفينة مقدودة بقول له أمشي وأنا بوفر لك أي حاجة، فبتقول له يا أخي هي دي أنا أو قبل ما أمشي ذاتها حتغرق، ولو وفرت لي أي حاجة هي في النهاية حتغرق بالحاجات اللي أنا فيها. فدي الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة. فحقيقة إذا لم يتم تطبيق الترتيبات الأمنية في الأول أصلا من المستحيل يمشي للملفات الثانية. أنا بضرب لك مثال، إذا قالوا والله يا أخي يستأنف تصدير البترول ولسه الترتيبات الأمنية ما انعملت، فطيب مين اللي بيأمن تصدير البترول في هجليج وفي عدائي من عدائيل بسلام بأمن سلام، ونحن حتى الآن ما زلنا لم نطبق البند الواحد بتاع فك الارتباط، أو هو طبعا الآن اتحول من بند لفك الارتباط، لأن احنا في الاتفاقية الأخيرة بتاعت أديس أبابا بتاعت التعاون المشترك البند ورد بإيقاف الدعم والإيواء للحركات المتمرد أو للمتمردين عموما، سواء كانوا من دارفور سواء كانوا في الحركة الشعبية، يعني ما يعني فك الارتباط ما بالفرقة التاسعة والعاشرة، إنما نحن الآن بنتحدث عن
إيقاف الدعم والإيواء لأي متمرد سواء كان من دارفور أو 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 سواء كان من جنوب كردفان أو سواء كان من جنوب أو من النيل الأزرق عموما. فإذا لم يتم أصلا هذه الترتيبات الأمنية يا أخواني من العبس، من العبس أن نعمل أي ملف تاني، لأنه الحرب حتأتي على الأخضر واليابس، والبترول أصلا لا يمكن أن يصدر من منطقة متحركة ويعني فيها عمليات عسكرية. منطقة هجيج مثلا هي دي المجمع الرئيسي للبترول، وإذا لم يكن هناك ترتيبات أمنية أنت كيف حتصدر منها البترول؟ فالترتيبات الأمنية هي الأول والأخير، هي الأول والأخير، هي مش يجب أن تطبق في الأول، يجب أن تطبق في الأول وفي الأخير كمان. من غيرها أصلا لا يمكن تحريك أي ملف أصلا، لا يمكن. ده بالمنطق كده، حتى لو حركنا، لو اتفقنا الليلة على تحريك الملفات الأخرى برضو حتجيف. نحن كقوات مسلحة ندرك تماما أنه أي حاجة تتحرك، يعني مثلا فتح المعابر للتجارة، أنت حتفتح معابر، عندك 10 معابر زي ما قالت الاتفاقية، حتفتحها للتجارة بين الشمال والجنوب. طيب ما في أمن، يبقى نحن حنشتغل كيف؟ المعابر دي المواطن كيف حيشيل بضاعة ويمشي هو آمن، بينما الترتيبات الأمنية أصلا ما 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 انعملت، يعني خط الزيرو لاين ما زال الحركة فيه، ما سحبوا. الآن الدكتور المعيد بيتكلم عن أنه الجيش ما زال، الجيش الشعبي ما زال موجود في 4 مناطق، ونحن بكرة وبعد بكرة حنناقش أنه يجب أن ينسحب من هذه الـ4 مناطق فورا وبدون شروط، بدون شروط يجب أن ينسحب. متفقين على في أدي سبابة، متفق على في أدي سبابة، لكن لم ينفذ. نحن ما عندنا، نحن كقوات مسلحة ما عندنا أي قوات شمال حدود 56، ما عندنا، لكن هم عندهم الآن في 4 مناطق. تفضل الدكتور المعز ذكرها قبل شوية، منطقة بحر العرب ومنطقة 14 ميل ومنطقة البيبينيس في النيل الأزرق، فهي حقيقة هذه المناطق يعني كلها لا يمكن أصلا أن تكون مناطق مستقرة، وفي جزء منها معني بالمعابر الـ10 المتفق عليها. فأنا بؤكد تماما أن حق قوات مسلحة الآن الحرب بتدور في جنوب كردفان بناء على هذا الدعم المقدم من دولة جنوب السودان، والحرب كذلك بتدور في مناطق كثيرة جدا من دارفور بناء على هذا الدعم المقدم، والحرب بتدور في أجزاء من ولاية النيل الأزرق وتواجد لجيش الحركة الشعبية دولة جنوب السودان في أجزاء من 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 دا شمال حدود 56 في منطقة النيل الأزرق في البيبينيس زي ما هو ذكر، ده كله في بند بيقول إيقاف الدعم والإيواء اللي هو فك الارتباط. ما عملته يبقى أنا ما بقدر أشتغل معك، ما بقدر أحقق لك حاجاتك الثانية، بالمنطق كده. فنحن كقوات مسلحة الآن بندور هذه الحرب على هذه القاعدة، قاعدة الدعم والإيواء المقدم من أطراف أخرى يجب أن يتوقف، ثم بعد ذلك في ترتيبات زي ما أنتم من جانبكم كقوات مسلحة وقفتوا أي دعم أو إيواء للحركات المناوعة لهم المسلحة؟ نحن بنأكد تماما، وحتى نحن بنتكلم معهم الآن في تحدي واضح، يا أخوانا جيبوا المراقبين، جيبوا المراقبين، خليهم يرصدوا بكل دقة وأمانة، وخلوا المراقبين ديل يكونوا مننا، مكونين من دولة جنوب السودان ومن دولة السودان، زي ما نحن نجحنا في القوات المشتركة وعملنا المراقبين في القوات المشتركة السودانية التشادية، عملناهم سودانيين تشاديين فقط، واستغنينا عن أي مراقبين آخرين سواء كان في الأمم المتحدة سواء كان في الاتحاد الأفريقي. خلوا المراقبين يكونوا مننا، فنحن بنأكد تماما بقدر هذا التحدي أنه والله يجيبوا المراقبين خلوهم يشاهدوا. نحن انسحبنا من شمال من جنوب حدود 56، انسحبنا شمالا، نحن لا ندعم. يمكن السيد رئيس الجمهورية أول ما جاء راجع من أديس أبابا ألقى القبض على السوار اللي كانوا بيتعاونوا، يمكن كل الناس عارفين القبض على جيمس جاي وكل الصحف جابته. فنحن بنأكد تماما التزامنا، بنأكد تماما التزامنا، وفي تحدي واضح بنقول والله نجيب المراقبين شوفونا نحن ملتزمين ولا ما ملتزمين. فبناء على ذلك نحن بنأكد أنه لو ما في التزام بالترتيبات الأمنية كلها من المستحيل تحريك أي ملف آخر. الحقيقة يمكن في الحلقة اللي فاتت نحن واللي قبلها جبنا إفادات هامة جدا للسيد دانيال كودي،
ويمكن تحدث ووجه رسالة مباشرة يمكن للرئيس الفكير، قال لي انت ما القائد الاعلى بتاع الفرقتين 9 و10، وقال حقه يفكوا ارتباطهم. انا بعدين حاجيك راجع لكادوغلي، لكن لما ارجع للسيد الوزير اتمنى انه الاخ المخرج يحضر لي بقية افادات السيد دانيال كودي الادلابية للبرنامج في ملتقى كادوغلي، هي 7-8 دقائق. ممكن إذا جاهزة ممكن نحن نستمع لها الآن، لأنه داير أسمع فيها رأي السيد الوزير والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. أنا سألته قلت له وجه رسالة لحاملة السلاح وللحكومة، وكيف نحن ممكن نحقق السلام في جنوب كردفان. أذكر دانيال كودي ده من القيادات التاريخية للتمرد في جبال النوبة، وخاط كل جولات المفاوضات، وجاء راجع بعد نفاشة، وأذكر برضو ما تابعونا بقى نائب الوالي، وبعد الحرب اللي قامت في يونيو دي هو اختار السلام وقعد في كادوغلي. ويمكن سمعتوه في الحلقة الفاتت وهو بيقول لزملائه السابقين، بيقول لهم والله نحن ندي فرصة للحكومة، إذا ما نفذت لنا نرجع معاكم الغابة تاني، لكن ما طوالي شيء سلاحنا ونمشي. نشوف في 7-8 دقائق الرسائل الهامة في ختام إفاداته لين جبناها على مدى 3 حلقات. المسألة بتاعت إحلال السلام نفسه في جنوب كردفان والنيل الأزرق وغيره ده بيحتاج أخواننا اللي حملوا السلاح مرة تانية، هم ما عارفين ويلة الحرب كم، 20 سنة نحن كنا بنحارب، وكان الهدف من الحرب هو أن نوري الناس بأنه يخلنا في ظلم واقع على إنسان جنوب كردفان. جاءت الاتفاقية لبت بعض طموح أبناء جنوب كردفان، في قسمة السلطة هو 45 ما أعرف قسمة السلطة، وفي صناديق السلطة، في ما أعرف معونات، في أشياء يعني تحددت وفي أشياء ما تحددت. 20 سنة إحنا ما قدرنا ننتصر على السلطة في الخطوط، وفي الوقت ده إحنا كنا أبناء وبنات جنوب كردفان والنيل الأزرق والجنوب كله، وعندنا كان معونات خارجية، كل دي كان الحرب بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، أقصد الجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش بتاع حكومة السودان. إحنا ما انتصرنا، لا الحكومة انتصرت ولا الحركة انتصرت. الحل النهائي كان شنو؟ هو أنه الحل الصح هو الناس تقعد في طاولة المفاوضات، تقعد تحلحل المسائل بطريقة سلمية، وإذا كان أصلا في أي قضايا ما صحيحة بالأسلوب التفاوضي وبالأسلوب ممكن نقول الأسلوب الراقي يعني بهدوء شديد جدا جدا، ممكن نحن نصل لاتفاق ونصل لحقيقة سلام. السلام ما سهل انه يجي، لكن ما صعب برضو انه يجي الا نزيل الغبن للزول اللي هو اضطر انه يشيل السلاح. وبالتالي اذا كان اصلا نحن كمثال، وكلام ده نوجهه لاخواننا من ابناء جبل النوبة اللي حملت السلاح اطلاقا، اول حاجة المنطقة الجبلية، منطقة جبال النوبة، احنا كنا عدد يعني في البداية عدد طبعا قليل وبعد ذلك تكاثرت، من الصعوبة جدا جدا انه تهزم الحكومة ويقول احنا ماشي نسقط النظام الحكومة، كلام ده مبين، ده تفكير ما يجي ولا يعقل اطلاقا انه في زر يقدر يقول انه من شعب او نوبة او النوبة هم ماشي، مهما الحكومة كانت شنو رداءته ولا مرة دي ولا هم مازين يشيلوا، لكن ما عندهم القدرة، دي تجربة، ما عندهم القدرة انه يمشي يسقط النظام في الخرطوم. اول حاجة. 2 الحكومة نفسها من الصعوبة جدا جدا ان تهزم
القوات الموجودة في جبل النور. أقول كلام ده أبناء جبل النور الموجودين في الجبال ستة نفر ممكن يوقفوا كتيبة كاملة بالتكتيك، ممكن يوقفوا كتيبة كاملة، مش يبيدوها، لكن ممكن يشلوا الحركة بتاعتها. ليه؟ لأن هم عارفين التيرين، عارفين طبيعة الأرض، عارفين الأشياء دي. في محلات ما ممكن دبابة تمشي ولا موت فيها يطلع، يعني في التيرين بقصد طبيعة الأرض في جبل النوبة ما من السهل أنك تهزم لك فيها غوريلا إطلاقا، ودي حقيقة. يبقى أنه في النهاية نجد أنه لابد من أن الناس مهما يعني كم وعشرين سنة جينا قعدنا في طاولة المفاوضات وحلينا جبنا سلام، ممكن برضو حتى الآن يمكن تاني سنمر 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، لكن في النهاية الناس ما اختصر ولي ما نختصر الزمن ونختصر المسافة عشان نقدر على الأقل ننقذ أرواح بتاع المواطنين بتاعنا وننقذ الأجيال بتاعتنا وأن نقدر نحقق الأشياء التنمية والرفاهية والأمن والاستقرار بالنسبة للناس، لأنه أساسا في حرب ما في استقرار، ما في تنمية، ما في حل. دي رسالة نوجهها لأخواننا حملة السلاح، وأتمنى أنه يعني الكلام يكون موجود، لأنه أنا عندي تجربة في الحرب والسلام الاثنين، أنا عندي فيها تجربة، وأنا أعتبر أنه السلام هو أحسن من أنه نحارب. كذلك حتى بالنسبة للحكومة، الحكومة عندها مسؤولية تاريخية تجاه شعبها. دي ماذا لهم ثلاثة؟ أي المسؤولية بتاعت الحكومة هي الأول حاجة ناسنا البحارب والآن والحمل للسلاح بأسباب أو بدون أسباب، دي المواطنين السودانيين من جبال النوبة ومن الأزرق، دي المواطنين السوداني. التعامل بتاعهم أنا أعتقد بأنه هو ما تعامل بتاع دولة غازية، هو لابد أن يكون تعامل معهم كأبناء هذا الوطن وعندهم قضية من أجلها حمل السلاح، وبالتالي التعامل ما هو حرب بينه، يعني ما يأخذها غبينة، إنما يأخذوها في زول طلب برا من القانون ويرجع للقانون، وبالتالي يعني الابن الضال أو الابن العاق حتى لو ضال وعاق ورجع لرشده لابد أن تتعامل معه كابن من أبناء السودان. أنا حيث أقول الكلام ده الوفد المفاوض أو الحكومة السودانية نفسها أنه لازم يفرقوا بين أنه ده عدو خارجي ولا وداعده داخل إذا كان أصلا قدوم كعداء، لكن ده ممكن يقول ده خرج من الطوق يعني في هذه الاسم، باعتباره أنه هم لسه عندهم انتماء للسودان وهم حيكونوا سودانيين مهما طال الزمن، برضو حيكونوا لسه سودانيين وحيكونوا موجودين في السودان. طيب يمكن برضو باقي لنا زي دقيقة وكذا ثانية ختم فيها هو حديثه وتناول أيضا مؤتمر ملتقى كادوغلي، نشوف في دقيقة وشوية ختام هذه الإفادات اللي أنا أفتكر أنها هامة جدا ومن شخص هام جدا وعنده تجربة طويلة ومؤثرة. النقطة في دي في التوصيات بتاعتي أنا حقيقة أقدر أشوف الأخوان المفاوضين أنفسهم، المفاوضين من الطرفين حتى عندنا إشكالية في مسألة المفاوضين دائما، اللي هو في بعض المفاوضين ما بيجوا عندهم المنديت، ما عندهم تفويض كامل بأنه ممكن يتصرفوا في ظروف معينة. الحرب أول مفاوضات عندها يعني أنت لما تخش في الورقة التفاوضية بتاعتك ما تتوقع حتلقى 100% من الحاجات الدائرة، بنسب قدر الطرف الآخر برضو بيجي عنده 100 حاجة لكن ما تخيل أنه هلقى 100%. في مثلا فيها أخذ وعطاء وفي حاجات كده تجيب فيها في النص، يعني تشيل جزء من ده وجزء من ده للصبون سوا عشان يعمل لك فقرة كاملة.
فالمفاوضين دائما لازم لابد أن أول حاجة يتحلوا بالنوع بتاعت المرونة، يتحلوا بنوع من العقلانية ونوع من الهدوء. يعني هي التفاوض ما مبارزة كلامية، إنما هو منطق في المقام الأول، المنطق اللي هو قول الحقيقة وإقناع الطرف الآخر بأن الكلام اللي تقوله ده هو كلام صحيح. ده مهم جدا جدا، بأنه أي زول مفاوض لابد أنه يكون مرن. طيب سيد الوزير، يعني أنا أفتكر يعني هو وجه رسالة للحكومة، وهو ده امتداد لحديث طويل يعني للسيد دانيال. رؤيتكم أنتم كحكومة، أنا بعد شوية حاجة للقوات المسلحة عشان نشوف الأوضاع ذاتها على الأرض كيف، رؤيتكم شنو في التعامل يعني في 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 حل القضايا سلميا وفي مفاوضات أديس أبابا وبالذات حول المنطقتين؟ احنا افردنا عدد من الحلقات، نعم. لكن نسمعك هنا كناطق رسمي، نعم، باسم الحكومة. اولا يعني احيي دانيال واشد يعني على يده، وهو رجل وطني، وما قالوا يعني يمكن في كثير جدا التقي معه فيه يعني. لكن عشان نتكلم عن جنوب كردفان، حقه نضع الأمور بشكل متكامل بشكل صحيح. أولا نقول، هل الحرب الآن اللي بيجعلها عبد العزيز الحلو لها علاقة بأجندة المواطن في جنوب كردفان؟ وهل هو يمكن أن يحقق كل ما يرمو إليه عن طريق هذه الحرب؟ ده سؤال أساسي وجوهري. مقابله، ما الذي حققته الحرب خلال 20 سنة التي خاضها الحركة الشعبية وخاضوها نزانيال كودي ونال عبد العزيز الحلو، مقابل بضع سنوات في السلام؟ ما الذي حققته الحرب وما الذي حققه السلام؟ أنا أمر لك مرة سريع جدا عشان الناس يعرفوا الفرق الضخم ما بين الحرب وما بين السلام في جنوب كردفان. أنا يمكن أكون لصيق جدا بجنوب كردفان. أول زيارة وأنا وزير صحة كانت سنة 2002، لما مشينا كان مطار كابدوغلي عبارة عن مهبط ترابي. نزلنا في المطار وما كان في اتصالات، ولا حتى الناس عارفين في الحامي أن احنا وصلنا. اضطرينا صلينا صلاة العيد في عيد الأضحى ونحن في المطار عشان نصل الى كادوغلي، الا لقينا راجل راكب له عجلة مشى يكلمه يقول لهم يا جماعة في طيارة جات نزلت، عشان نصل كادوغلي. والناس ما كانوا موجودين وما كان في استقرار. الان انا بدعو اي احد يمشي يزور كادوغلي الان، ما الذي حدث فيها كادوغلي الان؟ مدينة لا تغنى عن اي مدينة اخرى موجودة في السودان. كادوغلي الان ما قام فيها من نهضة ومن عمران تضاهي أي عاصمة لولاية أخرى موجودة في السودان. المطار المهبط الآن أصبح مطار دولي. أنا بفتكر أنه السلام حقق الاستقرار وعودة طوعية ضخمة لكل مواطني جنوب كردفان، رجعوا وابتدوا ينتجوا. جنوب كردفان من غير كل الولايات في السودان تم فيها حقيقة، والعمل بدأ بإنشاء 2550 كيلومتر، مش كلام يعني مجرد كلام، لا، ده تنفيذ، الناس شغالين. انت لما تجي تعمل حرب وتجي تستهدف الصينيين اللي بيعملوا في الطريق وتعتقلهم وتأخذهم أسرى، معناتك انت عاوز تعطل هذه التنمية. الطريق الدائري ده ظل حلم منذ 56 لكل ناس جنوب كردفان، أصبح الآن حقيقة وينفذ. الكهرباء، أكبر محطة كهرباء للتوليد الحراري في الفولة وصلت 63%. هذه الكهرباء بتربط بالكهرباء القومية وتصل إلى كل مدن جنوب كردفان، بدءا من الفولة وانتهاءا بالليري وبتلودي وبكالوجي وبرشاد وبالبيا وبالعباسية، وكلها دي وصلت، دي وقفت الآن. أنا بفتكر أنه ما تحقق بالشراكة اللي تمت ما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، الاثنين فقط اللي كانوا بيحكموا جنوب كردفان في الفترة بتاعت الفترة الانتقالية، حققت في 3 سنوات الأخيرة فقط ما لم يحقق منذ 56 على كل الأصعدة. إذا أخذنا التعليم، إذا أخذنا الصحة،
وأنا أخذ مثال فقط مستشفى كادوغلي، وأنا كنت وزير صحة، مستشفى لا يسع لأكثر من 75 الآن بيسع ل 350 وبه كل الأجهزة الحديثة. كادوغلي كان فيها أخصائي واحد، الآن فيها أكثر من 10 أخصائيين موجودين. التعليم، المدارس الآن المنتظمة واللي عمل فيها كل شيء. الجانب الآخر حتى دار الرياضة الآن بتشيد، دار الرياضة في كادوغلي لا توجد في كل السودان، إنما توجد في المدينة الرياضية الموجودة أنا في الخرطوم فقط. فأنا بفتكر أنه ما تحقق وما كان ممكن أن يتحقق بالسلام في 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 جنوب كردفان لا يمكن لهذه الحرب لو استمرت 20 سنة أن تعمله، بل حتدمره. مضافة إليه أنه هو الشراكة في 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 الحكم اللي تحققت، وحتى إبان الحركة الانتخابية. أنا مشيت هناك، المعلن والملتزم به الوالي الحالي بأنه هو بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الاثنين حيكونوا شركاء وبنفس الشراكة وبنفس الحجم الريسبكتيف لنتيجة الانتخابات، تكون المؤتمر الوطني فايز والحركة الشعبية فايز. بالرغم من كده حصل التمرد وحصل فيه شيء بعد ما حصل ده الكلام ده كله، عشان الناس ما يلوموا الجانب الحكومي. بعد شهرين فقط الرئيس أعلن وقف لإطلاق النار من جانب واحد. ما هو التفاعل وما هو الرد من الجانب الآخر؟ هل هو أوقف؟ كل الناس تدعو، والناس يجب، أنا أبتكر أنه كلام دانيال كودي بيقول من هو اللي عنده المانديت عشان يتكلم باسم الناس في جنوب كردفان. مشوا كادوغلي، جو من خارج السودان ومواطنين من داخل السودان ومن كل الأحزاب ومن كل القبائل ومن كل الفعاليات السودانية. الرد كان عليهم أنه يتقصف كادوغلي بالدانات، واللي حصل بعد كده وبشكل متكرر هذا الاعتداء ما مات فيه عسكري واحد، 23 من الأطفال والنساء والرجال الكبار و63 جريح في فترات متقطعة. أنا بفتكر أنه ده ما أتيتيود بتاع إنسان هو عاوز سلام، ولا هو عاوز يتفاوض، ولا هو بحارب من أجل قضيته في كردفان. بالدليل على ذلك لما مشوا في أديس أبابا عشان يقدموا رؤيتهم لحل القضية كان في جنوب كردفان، كان في النيل الأزرق، جابوا صحف لم تذكر فيها جنوب كردفان والنيل الأزرق إلا في سطرين فقط. فهؤلاء الناس عندهم أجندة أخرى تانية لا علاقة لها بأجندة إنسان كردفان. وأنا بفتكر أنه الحكومة الراشدة التي يهمها أمن مواطنيها وسلامة مواطنيها يجب أن تتعامل بشكل من كل السبل مبذولة، وما زلنا نرفع الراية بتاعت السلام بأن الناس الحل هو السلام والحل هو التفاوض والحل هو الحوار. لكن ده لو ما تم، أن احنا بنفتكر بالآن لا بد من القوات المسلحة، ولا بد من الشعب السوداني يعلم كله أن الحرب التي تدور في جنوب كردفان لا علاقة بمواطن كردفان، وأن الحرب دي بتخصنا احنا كلنا كمواطنين في هذا البلد، بهمنا أمن واستقرار وبهمنا سلامة مواطن. طيب التحية لك يا أستاذ أحمد البلال وضيفيك الكريمين دكتور أحمد بلال. طبعا دكتور دائما بلاقونيا دكتور قلهم الدكتور أحمد بلال، ويوم ذاك من باب الطرفة واحد لقاني مبروك قالوا بقيت وزير ثقافة علام وزير ثقافة علام، فالحلقة دي يكون فيه فك اشتباك. لا أنا دكتور وده السيد الدكتور. أنا ما عندي معني نتبادل الأدوار. لا شكرا شكتر غيرك. ولضيفيك الكريمين الدكتور أحمد بلال عثمان والعقيد الصوارمي، والتحية للمشاهد السوداني وهو يتلقى أسبوعيا وجبة دسمة تكفيه من الأسبوع للأسبوع وتضعه في الصورة تماما. وقد أضحى هذا البرنامج قبلتنا الأولى والوحيدة للوقوف على الأوضاع في الوطن لكثرت ما فيه من معلومات يسهم فيها ضيوف البرنامج ومقدم البرنامج، وهو يحاور ضيوفه من أجل المشاهد، وهو يملك معلومات وله توقعاته وأكثر الصحفيين السودانيين إدراكا لهموم المواطن السوداني. وفي الختام وحيي دكتور أحمد بلال وهو يضعنا في الصورة تماما منذ القارة الإسرائيلية مرورا بالتخريبية، وهكذا هو الناطق الرسمي للدولة. والتحية لك أخي الصوارمي، وأنت ببياناتك عن القوات المسلحة تبعث على الاطمئنان المستشار الشاذلي حامد المادي السفارة السودانية قطر. أخي ود البلال، نعرف كم بلادنا مستهدفة ونعرف لا أريد التطويل، وفي برنامجك حذرت كثيرا
ولكن جاء وقت الشعب السوداني لدعم جيشنا من الخطط المريبة لمواجهة إسرائيل والحرب الحديثة عموما. أريد أن أتحدث عن المفترضين المغتربين. نفترض أن هناك 3 مليون سوداني في الخليج، كم سيكون ما يجمع إذا دفع أي شخص $100 فقط؟ نبدأ بعشرة، في واحد اقترح نبدأ بعشرة، ما عندنا ما تخيل كم سيكون الدعم الذي سوف تحصل عليه القوات المسلحة، وهناك من سيدفع أكثر. لماذا لا يكون هناك مشروع دعم للقوات المسلحة؟ لماذا لا تبدأ وأنت أخي البلال عن طريق برنامجك الناجح، وسيكون أول الداعمين لقواتنا وهناك كثيرون مسلمين. إن شاء الله سنتبنى هذا الاقتراح وسبق أسرناه. الوضع الآن في جنوب كردفان، نسمع من وقت لآخر قصف لمدينة كادوغلي. ليه يعني القصف ده شنو؟ يعني نحن كان في حاجة غريبة جدا، قصفوا ملتقى السلام وبعد شوية صحيح الضحايا أطفال ونساء وكذا وكذا. ماذا يعني هذا؟ مقروءا السيد الوزير كلمنا عن التوجه الحكومة، ويمكن سيد دانيال وجه بعض الرسالات. ياريت نعرف الوضع الآن على الأرض وتقييمكم الآن عسكريا لما يحدث في جنوب كردفان، وكيف نحن ممكن نحل. ونحن عندنا قناعة بنقول لك كناطق رسمي باسم القوات المسلحة، ما في حل غير الحوار. أنا شخصيا سأظل حتى يبيح صوتي أقول البندقية ما بتحل القضية، لكن كمان ما في زول بيشوف زول موجهين عليه السلاح يقدر بيده يعني نشوف. هو حقيقة كما تفضل السيد الوزير، الضحايا مدنيين، يعني كل الناس اللي ماتوا أكثر من كم 20 قتيل مدني، ما فيهم ولا عسكري، والجرحى كذلك مدنيين. فمن هنا بيتضح لنا أنه ده زول يعني بيشين حرب على ناس بيدعي أنه هو ممسك بزمام قضيتهم وبناضل وبكافح من أجلهم. هنا في مسألة مهمة جدا لابد من أنه نذكرها، أنه أنت إذا دار تقاتل العسكري، العسكري ما بيقاتلوا داخل المدينة، لأنه العسكري ده زول مدرب على أنه يهاجم، وإذا هجم كيف يصد الهجوم وكيف يختبي وكيف يحتمي وكيف يستخدم الساتر. المدني ما عنده الحاجات دي، فبالتالي انت لما تطلق قذيفة وتستهدف بها عسكري داخل منطقة مدنية بيموت المدني، اصل العسكري مبهوت، لانه العسكري وحدته العسكرية وضماناته العسكرية وتدريبه العسكري بيقيه وبيحميه، ولبسه العسكري وعتاده العسكري وكل ما يحمل من 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 مهام واقصد مهمات عسكرية. فالوضع الان هناك المتمرد هناك في جنوب كردفان للأسف أولا استفاد من بصورة واضحة، طبعا استفاد من طبيعة الأرض، تكسر والتعرجات الجبلية هي وفرت له كهوف ومغارات بيحتمي بها بالضبط كده، زي ما حدث في تورابورا اللي يمكن الاختفاء أو اختباء المقاتلين في تورابورا أزعج الجيش الأمريكي جدا، وحتى لجوا إلى استعمال أساليب ما سليمة. فعموما الوضع هناك أنه نقول هذا المتمرد الآن يختفي في هذه الكهوف والمغارات، بمعنى أنه عاجز تماما عن أنه يظهر حتى لو قاتل إلى يوم القيامة. هو فقط مستفيد من هذه الكهوف والمغارات، إذا ظهر فهو خلاص أمر انتهى، هو عارف يعرف هذا تماما، يعرف هذا تماما، يعني مستفيد فقط من طبيعة الأرض. دي ناحية. الناحية اللي بعدها أنه الآن دخلهم في استراتيجية أو في استراتيجية بليدة جدا، اللي هم كما تفضل يمكن شرحها للمدنيين هناك للمواطنين هناك أخونا مولانا أحمد هارون، في أنه نازل بيشيلوا لهم راجمة واحد ماسورة، اللي هم بيشيلوا جزء من الراجمة، يعني يشيلوا لهم ماسورة واحدة يفكوا منها واحدة يدخلوا فيها دانة، يجي زول شايلة في كتفه ويقعد بين الشجر ويفك الدانة دي في اتجاه المدينة.
هو بيقول والله أنا فكيت في اتجاه القوات المسلحة، لكن أنت ما ممكن تفك لك ماسورة أو أوراجمة من من أو أو دانة من ماسورة، والتصوير بتاعك ما دقيق، التوجيه بتاعك ما دقيق، في فما بتصيب. بالتالي بتصيب المواطن المسكين. طيب ما بتصيب الوحدة العسكرية الصغيرة الموجودة اللي راعى فيها هذا العسكري أنه يضع في مكان. المخرج أشار لي باقي لي دقيقتين. طبعا أنا عندي أسئلة كثيرة، وأصلا السيد نحن حس كلها تحدثنا معك كناطق رسمي باسم القوات باسم الحكومة، لكن نحن برضو في كلام كثير كوزير إعلام، الإعلام ده إعلام حكومة بس، الأحزاب ما فاتحين لها مالكم، وانت زول حزبي ورجل كنت وزير حتى في حكومة الصادق، وزير الدولة بوزارة الصحة، والحكومة والأجهزة الإعلامية دي بس، وخطتك شنو والدستور جاي والانفتاح وكذا وكذا. إن شاء الله ده نحن بنواصل معاك في الأسبوع الجاي. وأيضا في أسئلة كثيرة للأخ الصوارمي عن القوات المسلحة، يعني عندي هنا مثلا الأخ العزيز أشكر لك هذا البرنامج وحي ضيفيك، سؤالي موجه للأخ الصوارمي، أين موقف التطوير داخل القوات المسلحة خاصة في الكوادر البشرية وما هي كذا كذا، يعني أفتكر ده حاجة مهمة جدا. وعندنا أسئلة كثيرة جدا، لكن عايز أختم منك في ثانية. الموقف مطمئن الآن في جنوب كردفان من ناحية عسكرية وكذا بناء على ما ذكرته؟ حقيقة هو مطمئن جدا، مطمئن جدا، لأنه حتى هذا الأسلوب، يعني أنا قبل ما تميت كلامي في أنه هذا الأسلوب اللي اتخذوه اليومين ديل في أنه يجيبوا له ماسورة يضرب، ده بيدل على الضعف، بيدل على أنه ما قادر يرتب قوات هجومية يهجم بها كقوات ضاربة يمكن يهجم بها على مدينة أو على قرية فيحتل. فنحن نأكد تماما أن قوات مسلحة قادرين تماما على صد مثل هذه الاعتداء، ومنأكد أنه هذه الاعتداءات اللي بتحدث اليوم في شكل هجمات صاروخية بقت بالمدفعية دي بتدل على يعني فرفرة المذبوح. إن شاء الله. نحن السيد الوزير في نص دقيقة عايز أختم معاك. أنا حقيقة مجموعة من الإيميلات اللي وصلت، بعض الناس قالوا لي والله نحن خايفين من زيارة باقانا مومدا، المرة اللي فاتت الزول ده جانا هنا وضربه هجليك. لا افتكر نحن ان شاء الله نحن نتمنى جيتو دي هذه سبابة تمشي قدام. تقول لهم ديل شنو سيد وزير؟ اقول لهم انا يعني لا يجب ان يطمئنوا، انا افتكر انه نحن الان منبني في جسر للصغة، ونحن متوكلين على الله وماخدين كل الحذر اللازم، وما اعتقد انه بعد كل الجهد والعمل ده نحن نرجع إلى المربع الأول. فعلى الناس أن يتفاءلوا، ونحن بإذن الله ماشيين بالحديث عقلها وتوكل. المشاهدون الكرام الشكر الجزيل، إن شاء الله دي نهاية حلقة وليست نهاية موضوع، نحن حنواصل الحوار مع السيدين، مع الشكر الجزيل لهما السيد الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، شكر ممتد للسيد العقيد الركن الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. ونقول لكم